هذه الطفلة الصبية الصبية وهذه الأم، هي قالت أنها تريد أن تحرق أولادها، وقامت بإخراج يعني عبوة من البنزين لكي تحرقهم في ساحة الشهداء، ثم بعد ذلك انطلقت مباشرة إلى أمام السرايا. كل المتظاهرين قدموا إلى هذه. طب بس في هذه الحالة حتى لو كانت بتهدد بس في خطورة أولادها، يعني المفروض يكون الآن في تحرك لحماية هؤلاء الأطفال، يعني كمان إنه ما يكونش الموضوع يؤخذ بمزحة مثلا. نعم يعني نعم، ما هنا دغري تدخلت كل الذين كانوا بقربها من أطقم إعلامية ومراسلين وحتى أمنيين، وقاموا بتهدئتها إلى أن وصلت إلى هذه المنطقة. وكما أسفت وكما ترى مباشرة، يعني هذه آخر نقطة إذا ظهرت بالكاميرا، هو الحاجز التي قامته قوى الأمن الداخلي بين المتظاهرين وما بين السرايا. السرايا هي في الوجه مباشرة على يمين مجلس النواب. المتظاهرون مكثوا هنا قرابة ساعتين من الوقت على وقع يعني شعارات. هي تريد نعم، أن يعني أنا قبل الهواء كنت حريص أن أستمع منها مباشرة، ولكن هي الآن على الهواء. أنت أول شيء شو بدك وليش بدك تحرقين وشو بدك تعمل؟ بدي بدين يفوتوا مدرسة، وأنا باقي هون، إلي جمعة هون وبعدني باقي. وبعد ولادك ما سجلتيهم بأي مدرسة؟ زعبوا لي هم من المدرسة، وأنا باقي لا يفوتوا ولادي بالمدرسة، وإذا ما فاتوا هن بيتحملوا. طيب أنت كان عندك لحظة شوي، أنت كان عندك رئيس مجلس نواب ورئيس الجمهورية بيتحمل مسؤولية ولادي، أنا منال حمدان. طيب بدي أسألك سؤال، أنت عندك قدرة أنك أنت بدك تحرقين حقيقة يعني الكلام؟ ما مع الرسول إلا البلاغ. لا يا عم شو هالحكي يا محمود، هلا الوضع صار خطير. بس قاعد محمود قدام باب الحكومة لازم محمود يعني هي إذا 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 بتهدد محمود نعم. إذا بتهدد عن جد بحرق أولادها المفروض يكون في تدخل من الدولة لحماية هؤلاء الأطفال، لأنه أيضا ليس هكذا يكون الاحتجاج، ما دام بالطفل يعني حتى يتحمل وزر مثل هكذا تردي أوضاع اقتصادية، الموضوع مش مزح.